السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل أصدقاء وصديقات وإخوان وأخوات هاريتيوب. صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. في بداية الفيديو ما تنسوش لايك، وأكيد تشاهدوا الفيديو من الأول إلى الآخر في غير 8 دقائق فقط، مع وضع تعليق وشي كومنت زوين. هذا المكان إخواني أخواتي بمدينة سالة، يعني نعرف أن عاصمة المملكة المغربية هي مدينة الرباط. هذه مدينة سالة بين الرباط وسالة، فقط نهر أبي رقراق، وتسمى أيضا بالعدوتين. الشيء الجميل أني كنشوف هنا هذا المكان، الناس اللي كيسولوا هذا المكان فين. هذا المكان إخواني أخواتي في القرية، يعني قرية أولاد با موسى، يعني القرية معروفة. أصحاب القرية تحية سيكتور 1، سيكتور 4، سيكتور 3، سيكتور 2، سيكتور 8، سيكتور 6. تحياتي لكل أولاد القرية وحي المولاي إسماعيل بطبيعة الحال. تبارك الله. مدينة سلا أيضا الشوارع ديالها نظيفة، وكتشوفوا هنا سكة الترامواي، وربما اللي كتربط ما بين الرباط والسالة، وحنا اليوم كتشوفوا الترامواي، يعني كيبقى حتى الوقت متأخر من الليل طيلة الأسبوع طيلة الأيام. هنا كتشوفوا صورة المنتخب الوطني المغربي بطبيعة الحال، أسود الأطلس اللي فرحونا في مونديال قطر 2022 بوصول إلى نصف النهائي كأول فريق عربي وإفريقي وعربي ومغربي أمازيغي. تحية الأسود الأطلس، تحية وليد الركراكي، عشنا معهم واحد الأجواء جميلة جميلة ورائعة بكل ما تحمل من الفرح واللحظات والدموع. تبارك الله عليهم. وتحية أيضا لأبو الأطلس. الإخوان هنا بالضبط حدا مستشفى مولاي عبد الله اللي كانت في المدينة في سلا، ورجعوا الآن في القرية. هنا كتشوفوا ما شاء الله الشوارع نظيفة وطرقات معبدة جميلة بمدينة سلا. تحية للناس عمال النظافة بطبيعة الحال، مهندسين النظافة ومهندسات النظافة. هنا حافلة النقل العمومي اللي كيربط ما بين مدينة الرباط وسلا، يعتبر حافلات رائعة جدا جدا إخواني أخواتي بصراحة. هانتوما كتشوفوا معايا، وحنا قلت نتمشى شوية، يعني فضلت أني ناخذ هذه المسافة ديال تقريبا 45 دقيقة للبيت مشيا على الأقدام. إنسان لأن المشي مفيد للصحة، ليس مسألة ليس لدي ثمن تاكسي أو ثمن الحافلة، ولكن أريد المشي في هذا الجو الجميل، وكان الجو رائع جدا، فقلت لما لا أقوم ب نطلق رجليا شوية حنا بالدارجة المغربية. الناس ديال القرية عرفتوا هذا المكان، كتشوفوا تبارك الله الشوارع نظيفة، الأرصفة نظيفة، العقلية ديال البشر تبدلات. الآن كل واحد كيحافظ على المدينة ديالو، وبصفة عامة المغرب ومدن المغرب جميل جميل جدا. هانتوما كتشوفوا الشوارع، كتشوفوا الإنارة بمدينة سالا بقرية ولاد القرية. تحياتي الناس ديال القرية ولاد القرية، اللي ولاد القرية يبانو هنا. هذه الطريق ديال العيون، العيون في القرية. العيون عينيا الساقية الحمراء هي، والواد وادي يا سيدي. تحية كل الإخوان الأخوات اللي متابعيني بطبيعة الحال. تحية خويا نوفل، مريم من الكويت، أم زين من مصر، هند، أمل، كيرا، نرجس، راموس، ياسمين، أمينة، بنين، من تاني، أختي لطيفة، زكية بطبيعة الحال، أم الرجال، ما نساوش خويا أمين العربي، أمي دروك، ولبنى، الإخوان الأخوات اللي كيتابعونا من جميع الدول العربية، تحية ليكم، كنشكركم بطبيعة الحال. وهذا الترامواي التاني كما كتشوفوا، يعني واحد غادي واحد جاي، فيه الواي فاي، النظافة، السرعة، وحتى الثمن مناسب. يعني بالمقارنة مع السعر ديال سيارة الأجرة أو الحافلة، ما شاء الله. والخضرة والأشجار، كل شيء طبيعي، العشب طبيعي. كتشوفوا نتوما هنا نظافة ديال الشوارع إخواني أخواتي، هي نظافة جميلة فعلا. المغرب يستحق الزيارة، وكل المدن المغربية بدون استثناء، من الشمال إلى الجنوب إلى الغرب إلى الشرق. المغرب إن شاء الله في تقدم وفي تطور، بلادنا زينة، خصنا نحافظوا عليها.
الله يحفظ ملكنا ويحفظ مغربنا، والله ينصر سيدنا، والله يكثر من حسادنا كما كتشوفوا. صراحه انا كنقول لكم هنا، وعلى فكره الشوارع هكا يوميا على طيله السنه في اغلب المدن المغربيه الكبيره او حتى في القرى، نلاحظ يعني الناس المسؤولين ولات هناك صرامه، ولات هناك يعني النظافه من الايمان كيف ما كتشوفوا اخواني اخواتي. وشكرا على المشاهده، نخليكم مع الفيديو، وجاتني واحد الرساله الان، تحياتي لكم.